كمان الأهرام قالت إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قال إن الفريق هيرجع لتدريبات بكرة استعدادا لمباراة الزمالك المهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي، وسنخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية لم يتحدد طرفها بعد، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك والمقرر ليها يوم 30 مارس الحالي في الدوري المحلي. وإن الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي بيتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية اللي جاية عشان يقدر يستعد بشكل جيد لمباراة نادي الزمالك المهمة والمرتقبة. وأشار عبد الحفيظ أن المباراة الودية المرتقبة هتكون فرصة كويسة جدا لتجهيز بعض اللعيبة العائدين من الإصابة وأيضا اللي ما شاركوش بشكل أساسي في الفترة اللي فاتت عشان يتم تجهيزهم كلهم والاطمئنان على حالة المصابين. كمان بيعقد مارتين لاسارتي المدير الفني جلسة مع معاونيه بكرة إن شاء الله قبل انطلاق مران الفريق عشان يحط برنامج الإعداد وخطة مباراة نادي الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الحالي في إطار منافسات الدوري الممتاز. أما بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا فأكد سيد عبد الحفيظ أن فريقه بيحترم جميع المنافسين في البطولة، ولكن هدفه اللقب القاري اللي بقى حلم الجماهير الحمراء. وقال كمان أن النادي الأهلي عنده هدف واحد ومحدد وهو الفوز باللقب الأفريقي واستعادة البطولة اللي غايبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي من آخر تتويج في 2013. وقال كمان أن الفريق أو الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة النادي الأهلي كلها فرق قوية وبتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وده اللي بيزود من صعوبة المواجهات المرتقبة في ربع النهائي، ولكن النادي الأهلي عنده رغبة قوية لاستكمال المشوار الأفريقي لحد النهاية عشان يقدر يتوج باللقب. أما بالنسبة للعيبة المعارة فكشفت إدارة النادي الأهلي عن أن تعاقد عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول المعار للاتحاد السكندري ما فيهوش أي ثغرات أو شروط جزائية، وحرص الجهاز الفني للفريق الأحمر على منح اللاعب فرصة للإعارة لمدة 6 شهور ولحد نهاية الموسم للاتحاد السكندري. وأظهر كمان عمار قدرته الفائقة ولفت الأنظار بشكل كبير جدا طول الفترة اللي فاتت مع نادي الاتحاد السكندري، وطبعا هو معار ليه في الفترة دي زي ما قلت لكم لمدة 6 شهور. وبيتكلم برضو أو تكلمت بعض التقارير عن وجود بعض الأندية اللي عندها رغبة في ضم الفتى الموهوب وتمسك الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي برجوع اللاعب بعد انتهاء إعارته لحاجة الفريق لجهوده في الموسم القادم، خصوصا وإن المدير الفني للنادي الأهلي بيتابع بشكل دوري موقف المجموعة المعارة من اللاعبين للفرق الأخرى وعلى رأسهم كمان أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي وأحمد حمدي.